حكم التبرك، التبرك بالصالحين مستحب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرك به الصحابة، والتابعون تبركوا بالصحابة، والنبي تبرك بأمته. في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لما أراد، حديث الصحيح، لما أراد أن يشرب قالوا ننزح لك. يعني إيش ننزح لك؟ يعني نطلع لك من البير ما جديد، ليس من الذي شرب منه الناس. قال بل مما مسته أيدي المسلمين. قال الراوي يريد بركتهم. نفس الشيء الصحابة فعلوا، تبركوا به صلى الله عليه وسلم بفضلة وضوئه، كادوا يقتتل إذا توضأ كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه صلى الله عليه وسلم. كان التابعون وتابع التابعين يتبركون برمانة منبره صلى الله عليه وآله وسلم ومحل مقعده في المنبر. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الإمام أحمد بن حنبل، سئل أيجوز تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بأس بذلك، على أن الأدب أن لا يفعل، الأدب أن يبقي بينه وبين الضريح 3 أذرع احتراما للذي يزور وإجلالا له، لكن غلبه الشوق لم يتمالك نفسه. هذه قصة أخرى. الصحابة، سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قص لمن أخذ عنه من التابعين قصة بيعة الرضوان، شجرة الرضوان، وكيف بايعوه، قالوا أو بايعته بيدك؟ قال نعم بيدي هذه. قالوا فأخرج لنا يدا كبيرة كأنها خف بعير، قال فانكببنا عليها نقبلها، لأنها يد مست يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا هلوم مجرة. الإمام أحمد، الإمام الشافعي تبرك بغسول ثوب الإمام أحمد، والإمام أحمد تلميذه، وعليه قس. أما مسألة زيارة مقامات الصالحين، نعم يزار مقامات الصالحين طبعا، يتقرب إلى الله بزيارتهم. يا رجل، عموم قبور المسلمين نتقرب إلى الله بزيارتهم، فكيف بخواصهم؟ عمومهم كان يزور البقيع صلى الله عليه وسلم، خواص وعموم، كان يكفي عند البقيع لو المسألة فقط للذكار، لكنه كان يخرج إلى خارج المدينة، إلى أحد، كانت خارج المدينة ليزور عمه حمزة رضي الله عنه، يزور شهداء أحد. كانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تخرج بعد السيل، إذا جاء السيل وسال على القبور، تخرج إلى أحد تزور عمها حمزة وتسوي قبره، يعني تضع التراب وهكذا حتى لا ينطمس قبر عم أبيها سيدنا حمزة وعمها من الرضاع. فنعم عندكم هنا سيدي الغريب ولا لا، يا السويس والأربعين، وأولياء صالحين كثير.